السؤال إلى أي حد يجب أن أحزن على خطاياي عندما تفتقدني النعمة، وإلى أي مدى أو وقت أستمر في هذا الحزن لأني وقعت في كثير وقعت كثيرا في حزن مفرط ولم أستطع أن أتعامل مع الناس وصرت غير سوي نفسيا ووقعت في اليأس. الكتاب بيقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. تحزن على خطاياك لكن يكون لك رجاء في رحمة ربنا وغفرانه. وافتكر العبارة اللي بتقول كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. داود حزن حزن كتير جدا جدا، لكن هذا لا يمنعه من تسبيح ربنا وحياة الفرح مع الله. اخلط الاثنين مع بعض. لكن لا تسرع في مقاومة الحزن لئلا تصل الى الاستهتار. تحزن لكن تخلط الحزن بالرجاء.